السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما تناولنا بالمحاضرة السابقة اللي هي خاصة ضمن الأوبريشن، وسولفنا بالأوبريشن شلون ضمن الزون رول أني أضيف ضمن الكونزرفيشن أي خاصية رول جديدة أشتغل ضمن أي فتاة. لاحظ هسه أنا ضفت هاي الكونزرفيشن وعلمتك شلون نضيف الرول، ولكل رول عندك بيها أوبشنات تمليهن مثل ما ملينا السابقات. هسه هاي الهايدرو باور فلوريت، عندك الجايد لاين مال باور ستوريج الباور بلانت، يعني اي انت شيء انت تشتغل عليه تقدر تملي المونث والتوتال مونث لي ماي، يعني الميجا وات بالاور يقيسلك اياها غيرها. هاي الامور كلها تقدر انت تمليها. بعد ما تمليها تقول لها ابلاي، تقول له اوكي، تروح للنتورك تقول له سيف نتورك، حتى خطوه بخطوه تنحفظ. ترجع على نفس الريزرفوار مالتك، تقول له اديت ريزرفوار، تنتقل للخطوه الثالثه، يقول لك النتائج النهائيه تريد ابينها لك شنو هي. فانا هسه صراحه يعني على حسب شغلك حتى ما تتاخر الرن عندك، انا صراحه شغلي كله على الهايدرو باور بلانت، فراح اقول له بيني حديثه ريزرفوار باور بلانت. اوكي، راح ابين هاي الامور اللي خاصه بالباور بلانت، البول ليفل وغيرها والستورج اريا. صراحه اوكي لا بأس ابين بيها حديث الريزفوار بول ليفل كاليفيشن وكستوريج. اوكي الفلو ان، اوكي ميبي احتاجه الفلو ايفابوريشن ايضا ينطيك اياها، تقدر كل السيبج الاريا ريزفوار الفلو اوت، الفلو اوت يفيدني للخارج الداون ستريم، فلو ان الداخل للنهر. شوف لاحظ هاي البيانات كلها يقدر ينطيك اياها، تمام عيني. بعد ما تقول له هذا الخيار تقول له ابلاي، طبق لي اياهن، تقول له اوكي. هسه تروح للنتوركر تقول له سيف، تمام. بهذه الحاله كملنا موديلين لحد الان اللي هو الووتر شيت سيت اب واموره، والنتوركر ريزرفوار، واللي يتضمن ثلاثه فيزيكال اليمنت واوبريشن اليمنت، وهذا الخاصيه الثالثه الاوبزرفيت داتا. وقعدنا فقط السيموليشن، وان شاء الله راح نتعلم المحاضره القادمة. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار ضمن الريزرفوار نتوركر لحد الآن، قدموا تراسلونا على القناة إن شاء الله نجاوبكم عليه. نلتقي بكم بالمحاضرة القادمة إن شاء الله من نفس الموضوع اللي يخص السيموليشن موديل. دمتم بأمان الله وحفظه.